السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشباب مشاهدي هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله سوف أتطرق إلى شرح واجهة المكتب وإلى توضيح بعض الأمور الأساسية لأي مشترك جديد في شركة فاليداس يجب عليه فهمها. طيب، زي ما بتشوفوا شباب، هذه هي واجهة مكتب فاليداس. طيب، سوف نتطرق إلى كل هذه الأمور الأساسية بالتفصيل ونشرح كل الأمور لازم شرحها بالنسبة لأي شخص مهتم بشركة فاليداس ومهتم بالعمل مع شركة فاليداس. طيب، أول شيء سوف نتطرق إليه هو التكلم على الداشبورد أو مكتب الموقع. طيب، في مكتب الموقع دائما ستجد أي المعلومات الأساسية بالنسبة لكل الأمور الخاصة بالكاش والت بالانس، توتال باكج، توتال اير واي، دايركت البينري، دايركت ريفيرال بونس، اللايف تايم ايرنين، عدد الاشخاص الموجودين معك في الفريق يمين ويسار، حجم الاستثمار الموجود على اليمين وعلى اليسار، الروابط، الاستثمارات، كذلك الرانك اللي وصل له كل واحد مع الشركة. يعني كل الامور سوف تجدها هنا موجودة بالتفصيل بالنسبة لواجهة المكتب. وهون بالنسبة للكاش والت بالانس، هون بيعطيك الأرباح اللي هي موجودة هون في محفظتك، هي نفسها اللي بتكون في الكاش والت، وبالتالي من خلالها ممكن لك إنك تدخل الباكج وإنك تقوم بعملية إضافة لشراء باقة جديدة إن أردت، سواء ابتداء من $50 إلى غاية $10,000. هي بالنسبة للكاش والت بالانس. التوتال باكج وهو عدد الاستثمارات اللي عندك أنت مع شركة فاليداس. ما حجم الاستثمارات الموجود عندي هو $26,000. هون بيعطيك العائد على الاستثمار، هذا في النظام القديم. احنا ابتدينا في الاسبوع الاول بالنسبة للنظام الجديد اللي هو عنده علاقة بالكامباوندين، وفي نفس الوقت سوف احاول شرح مسألة الكامباوندين لان مجموعة من الشركاء صراحة يجدون خلط او لا زالت الصورة غير واضحة اليهم بالنسبة لمسألة الكامباوندين. طيب، في النظام القديم كان كل شخص يحصل على نسبة أرباح يومية هون، وبالتالي كل يوم على الساعة 8 صباحا زي ما بتشوفوا بتجيك الأرباح بالنسبة على العائد على الاستثمار يوميا بتشوف أرباحك. طيب، الفرق الجديد اللي موجود الآن بشركة فاليداس هو الآن الشركة أصبحت تعمل بمفهوم الكومباوندينج. شو هو مفعول الكومباوند؟ طيب، هون حتى كذلك في النظام الجديد ممكن الشخص انه يسحب يومي، يمكن انه يسحب اسبوعي. ادنى مبلغ للسحب بالنسبه لشركه فاليداس هو $30، فبالتالي اكثر من $30 انت ممكن تسحبه، السحب بيجيك في اليوم تقريبا. لكن مفهوم الكومباوند هو انه الشركه اصبح عندها نظام جديد وعقد مع الزبون او مع العميل لمده 60 اسبوع تقريبا 12 شهر، الشركه تعطيك لغايه 340%. طيب، مين الشخص اللي راح يحصل على 340%؟ الشخص اللي ما راح يعمل عملية السحب طول مدة العقد مع شركة فاليداس. بالنسبة للإخوان، وأنا أرى وهذا رأيي الشخصي طبعا، إنه هاي الأمور إحنا لازم نقسمها إحنا كفريق فاليداس لفريقين، فريق المستثمرين وفريق المسوقين. طبعا فريق المسوقين دائما ارباحهم بتكون معتمده على التسويق، وبالتالي العائد على الاستثمار على 1000 2000 $5,000 ما بيكون مهم جدا مثل عائداته على النيتورك. لهيك انا دائما افضل انه المسوقين يعملوا على السحب اليومي والاسبوعي، اما بخصوص المستثمرين لانهم ما بيشتغلوا على التسويق، وبالتالي مصدر دخلهم الوحيد هو عن طريق الاستثمار. فبالتالي نصيحة لهم انتم كمسوقين انه كل مستثمر يستثمر مع شركة فاليداس يخلي نظام الكامباوندين يشتغل، اي انه يعمل اقفال للسحب لمدة 60 اسبوع حتى يتسنى له الربح اقصى ما يمكن ربحه من شركة فاليداس. طيب، العملية كيف بتمر؟ بتمر هون اي شخص مثلا انا حبيت مثلا افعل باقه ال $5,000 على سبيل المثال بيعطيني وسيلتين. الوسيله الاولى هو انه السحب اليومي، اوكي، وراح تجيني عليها $28 باليوم، اوكي. لكن حتى المسوق ان لم يكن يسحب يوميا او اسبوعيا وخلى مثلا مده 3 اشهر او 4 اشهر وبعدين بدا
انه يسحب، فاكيد ارباحه راح تكون اكثر من الشخص اللي راح يسبحها بيومي او اسبوعي. اما بالنسبه للمستثمر الذي سوف ياخذ عقد مع الشركه لمده 60 اسبوع ويستفيد من 340%، من الافضل له ان يعني يشغل هي الايقونه الخاصه Do you want to look in for 60 week؟ اي انه يقفل مساله السحب لمده 60 اسبوع ويعمل كونفيرم. اوكي، اما بالنسبه للمسوقين لانه دائما بيحتاجوا السحب وبيحتاجوا اثبات السحب لفروقهم وكذا، فبالتالي بامكانهم انهم يعملوا على هي الايقونه هيدي ويعملوا على السحب اليومي، حتى كمان انهم يراجعوا كل الامور الخاصه بالنسبه للشركه، لانه دائما بالنسبه للناس اللي بتعمل استثمارات وبتقفل السحب لمده 60 اسبوع ما بيظهر لها عائد على الاستثمار الا بعد نهايه ال 60 اسبوع، وبالتالي هون بيكونوا حصلوا على 100%. طيب هذا بالنسبة للعائد على الاستثمار. هنا بيعطيك الدايركت، عدد الأشخاص اللي هم دايركت، الكوميشن على الدايركت 22,000 دولار ما شاء الله، البينري 27,000 دولار، مجمل الأرباح بتكون 55,000 دولار في هاي الحساب. بيعطيك هون كذلك عدد الأشخاص اللي معاك على فريق اليمين وعلى فريق اليسار، أكثر من 5,000 عضو ما شاء الله في 3 أشهر. هون بيعطيك الباقة الكبيرة اللي أنت طبعا هي، لأن هذه عندها علاقة بالماكس أوت، أنت ممكن تفعل أكثر من باقة، لكن هو دائما الماكس أوت بيحسب عن طريق أكبر باقة أنت فعلتها في حسابك. وهون زي ما بتشوفوا الرابط يعني محجوز على اليسار. أوكي، فأنا لو حبيت مثلا أبعث رابط التسجيل على اليسار، أعمل كوبي الشخص وابعته له على الواتساب هو يقوم بعمليه التسجيل، او مثلا اريد ان ابعت عفوا الرابط على اليمين، فانا انقر على اليمين بيعطيني Do you want to change the downline placement position؟ اقول له نعم اوكي، وبعدين اقوم بعمليه نسخ كوبي للرابط وابعته للشخص. راح نعمل يعني تجربه عشان تشوفه، مثلا راح اعمل الصق هاي هاي الرابط زي ما بتشوفوا هون بيعطيني بوزيشن رايت، وهون احنا ممكن اننا نراجع الرابط اللي راح نبعته للشخص قبل ما نبعته له عشان نشوف انه هو راح يتسجل في الموضع الصحيح او لا. طيب هون كمان بيعطيك في حسابك التسجيلات والباقات اللي تتسجل عندك، يعطيك كمان شو الرانك اللي عندك. مثلا انا عندي رانك روبي هاي الحساب، بيعطيك هون شو الامور اللي فاضله لك على انك توصل لإميرالد. الماتريكس بونيس انا متاهل لانه عندي باقه 5,000 دولار وعامل اكثر من 15,000 بيع مباشر، يعني انا هون بيعطيني انه متاهل للماتريكس، وهون انا كمان متاهل للباينري. طيب هذه كل الامور اللي هي لازمك تعرفها بالنسبه لواجهه المكتب. الباكجز زي ما تكلمنا انه في كثير باكجز، يعني من 50 دولار لغايه 10,000 دولار. الوالت هون في المحفظه وهي راح نرجع لها بعدين. هون بيعطيك البونس اللي انت عندك بالنسبه كل البونسات الموجوده في الشبكه على الريتورن اوف انفستمنت، عائد الاستثمار، الدايركت، البينري، الماتريكس والباسيف مانتلي بونس. اوكي، بالنسبه للنتورك يعطيك هون كل الفريق اللي هو معك في شبكتك، وحتى لو كانت شبكتك مثلا كبيره حبيت انك تبحث على شخص محدد مثلا في الشبكه، فممكن انك مثلا تمشي وتكتب اليوزر نيم الخاص بي. خلينا نشوف مثلا اسيل، هذا واحد من الفريق، اعمل له سيرش فاروح مباشره لا أسيل ولاقي مثلا هي الشخص وهي شبكته وكل الامور اللي عنده. بالنسبه للترانزاكشن هون بيعطيك كل الترانزاكشن اللي بدك اياها، بيعطيك السواب ترانزاكشن، الكريبتو ديبوزيت، هي كل الامور راح تعرفوها ان شاء الله لما تعملوا بعض التحويلات وبعض الامور عندكم في الحساب. الامر المهم هو دائما الويدرول او السحب عن طريق الشركه، زي ما بتشوفوا هي تواريخ السحوبات ومبالغ السحوبات والحاله خاصة بكل سحب اللي بتكون. فالسحب على شركة فاليدس، وهذا الشيء الأجمل، شركة فاليدس السحب ياخذ 24 ساعة، بيكون عندك في محفظتك أو في المنصة اللي أنت بتشتغل عليها، يعني أفضل من كثير كثير كثير
شركات لما الشخص بيعمل عليها السحب، فالسحب بيوصله بيكون كثير دائما ومتأخر. وهون شركة فاليداس، يعني انت بتعمل السحب بيجيك السحب تقريبا في 24 ساعة. طيب عفوا، طيب قبل ما نروح لمسألة السحب خلينا نشوف مسألة الدفع. طيب أي شخص لما نروح للداشبورد بنلاقي هالايقونه الادد ماني بالاخضر، كل شخص راح تكون عنده هيدي. طيب لما يحب الشخص يشحن حسابه، الطريقه جد سهله جدا صراحه، بيعمل ادد ماني اوكي، فبيعطيه انتر اماونت تو ادد، يعني ادخل المبلغ اللي حاب انك تشترك به. خلينا نعمل مثلا 500 دولار اوكي، انا حابب اشتري ب 500 دولار، يعني انقر على ملتيبل كرنسي، وهو هذا هو الكوين بيمنت، هو يعني وسيط معروف عالميا ومضمون، الشركه بتشتغل في الدفع من خلاله، فبيخليك بيقول لك اختر الوسيله اللازمه للشحن، تختار بيتكوين، ايثريوم، عمله ترون او عمله الاي اس دي تي. طبعا انا دائما افضل وانصح بمساله الاي اس دي تي لانها سهله وسريعه، وكذلك مصاريف التحويل بتكون فيها رخيصه جدا. طيب وبعمل demand command complete اوكي. لما انقر على command complete فهو شو بيعطيني هون؟ بيعطيني command complete اوكي. فهون شو بيعطيني؟ بيعطيني الادرس اللي انا لازم ابعت عليها، ويعطيني المبلغ اللي انا لازم ابعته لهي المحفظة. طيب هاي المبلغ لازم يوصل كما هو بالضبط بالفاصلة وبالأرقام، لا أقل ولا أكثر. هاي العملية كتير مهمة جدا، ولازم في المقابل أخذ الوقت في الحسبان، لأنه لازم هاي العملية بعد ما تعمل مسألة هاي الطريقة دي، لازم الشحن إنه يوصل لمحفظتك في خلال ساعتين. فأنا ببعت على هاي الوالد اللي خاصة بفاليدس، وببعت هاي المبلغ هذا بالضبط، يعني 499.33774. فلما انا اروح مثلا لاي محفظه او اي منصه ابعت من خلالها الاي اس دي تي، بعمل كوبي لهي المبلغ اوكي، وبضيف عليه 1 دولار مثلا، خصوصا بينانس لاني بشتغل ببينانس، بضيف عليه 1 دولار مصاريف السحب على بينانس، يعني تقريبا بيجي 500 دولار فاصلة 33774 اوكي. هذا بالنسبه لمساله لمسألة الشحن. خلينا نشوف مسألة السحب. طيب في مسألة السحب دائما بروح لوالد اوكي. طبعا قبل لازم الشخص انه يبعث من الاكتيف والت للكاش والت اوكي، وهي الباسيف والت والويدرول والت هي جديدة في السيستم. زي ما قلنا انه الارباح الان بتجيك 70% بتروح للريورد والت، و30% من ارباحك على الدايركت الباينري والماتريكس، واي ارباح اللي عندها علاقه بالاكتيف اي عندها علاقه بالتسويق بتنقسم 70% ويدرول والت و30% باسيف والت. هي اللي بتكون لك على الباسيف والت ممكن انك تسحب منها 10% كل شهر. طيب انا حبيت اسحب، شو بعمل؟ باجي لهون الكاش والت اللي هي ممكن عمليه السحب، فبختار هون العمليه بتتم دائما مع شركه فاليداس عن طريق البيتكوين اوكي. فأنا بحدد المبلغ اللي أنا حابب أسحبه مثلا 2000 دولار، بكتب هون الأدرس جيت كوين اللي أنا راح أسحب عليها، وأجي لهون وأعمل التو اف اي. شو هي التو اف اي؟ التو اف اي أي شخص بيكون عنده البروفايل، فبيروح مثلا هون أوكي وبيجي للتو اف اي مثلا أوكي، لأنه أنا مفعل التو اف اي فما راح يعطيني. إزاي أوريكم كيفية تفعيل التو اف اي؟ لا بس الشخص الجديد اللي ما مفعلها راح يعطيه يعني سكان انه ممكن يعمل نسخ للكود 2FA اللي هو الجوجل ايدنتيكيتر، هو ابلكيشن كثير معروفه تابعه لشركه جوجل خاصه بالحمايه. الشخص انه بينسخ عفوا هي النافذه المربعه الخاصه بجوجل ايدنتيكيتر، وبيحصل بربط جوجل ايدنتيكيتور مع حسابه على فاليداس، وهون بيكون دائما عنده باسورد حتى انه ما يمكن اي شخص يسحب عفوا من حسابه، لانه هي جوجل ايدنتيكيتور موجوده في تليفون المشترك او صاحب حساب، ما موجوده عند شخص ثاني، وبالتالي بتكون وسيله امان كثير جيده. طبعا الشخص لما يربط حساب فاليداس بال 2 اف اي بالنسبه للسحب، بالنسبة للسحب زي ما قلنا، فبيجي هون
فقلنا انه بيعمل البيتكوين كوسيله سحب، بيعمل المبلغ اللي بده يسحبه وبيعطيه هون، وبيعمل الادرس الخاصه بالبيتكوين اوكي، وبيدخل هون التي اف اي، وبعدين يعمل ويدرول، بيعمل ويدرول اوكي. فبالتالي السحب بيتم في عمليه في مده اقصى 24 ساعه، بيكون وصلوا على على الادرس الخاصه او يوصلوا على المحفظه او البلاتفورم اللي هو بيشتغل من خلالها. بالنسبه للبوليسز هون بتلاقي العائد على الاي واي اوكي، بتلاقي العائد على الدايركت، على البينري، على الماتكس، على الباسيف انكم، كل امور بتلاقيها هون في البونسز. النتورك بيعطيك شبكتك، كل الامور هنا الخاصه زي ما قلنا. حابب مثلا ابحث على شخص محدد مثلا في شبكتي، هو موجود في اسفل الشبكه، اعمل مجرد اسم اليوزر نيم مثلا ابحث عليه، فاروح له مباشره واشوف الشبكه الخاصه به وكل الامور الخاصه بالشخص اللي معي في الشبكه. هون الترانزاكشن زي ما قلنا بيعطيك كل الامور، سواب، الكريبتو ديبوزيت، الويدرول زي ما بتشوفوا هون، هذه هي كلها اثبات سحوبات تقريبا في كل هاي المده. اول شخص لما يعمل سحب زي ما وريتكم قبل قليل، المرحله الاولى بتكون باندين، وبعدين بتكون سكسس، وبعدين بتجيه على المحفظه او على المنصه اللي هو بيشتغل فيها. زي ما قلت لكم دائما السحب بياخذ لغايه 24 ساعه، فمقارنه بالشركات الاخرى فشركه فاليداس جد 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 سريعه بالنسبه لمساله السحب. هون الرانكين اوكي، بيعطيك شو الرانك اللي انت حصلت عليه. الكونكشن ثقيله بعض الشيء للاسف. اوكي هون البروفايل زي ما قلنا بيكون في اسمائك، كل معلوماتك بتدخل فيه، حتى تعريف الكواي سي، يعني نو يور كاستمرز، ممكن انه الشخص انه يضيف سواء الباسبورت او الايدنتيكيتر ايدنتيكيشن كارد او اي شيء انه يخليه انه يكون معروف ومعرف حسابه، راح تكون كثير افضل لو عرفت حسابك عن طريق الكواي سي. تريدنج اكاديمي هون موجود كل الدروس اللي راح يحتاجها اي شخص حتى انه يعرف ابجديات التداول في الفوركس، وكمان السبورت حتى لو اي شخص عنده اي مشكل تقني في الموقع او اي تساؤل او اي ملاحظه او اي شيء، ممكن انه يكتب الموضوع السابجكت ويكتب الرساله هون يبعثها للسبورت، والسبورت راح يجاوبه على الايميل الخاص به. اتمنى ان يكون ما طولت عليكم، واني حاولت ما امكن اني اوصل لكم كل الامور اللي عندها علاقه بموقع شركه فاليداس. شكرا لكم، ولو عندكم اي ملاحظات او اي تساؤلات ممكن الرجوع الى الابلاين المباشر الخاص بكم، ولو بدكم كمان انه نعمل فيديوهات ثانيه بخصوص موضوع ما بشركه فاليداس، فتواصلوا مع الشخص اللي راح يبعث لكم هي الفيديو هذا، وبعدين ان شاء الله راح نتواصل معاكم ونوصل لكم كل المعلومات عن طريق فيديوهات تانية. شكرا لكم جزيلا، وإن شاء الله في فيديو تاني لنا لقاء مرة أخرى. السلام عليكم.